السلام عليكم اخوان اخوات ترافلرز، كل شيء لاباس، كل شيء مزيان. اليوم جيت نهضر لكم على لي فولونتيرن في تركيا والناس اللي كتمشي لتركيا، غتمشي لتركيا وما بغاش تشوفها اسطنبول، لان اسطنبول ما كتمثلش 5% في تركيا. يعني تقدر تمشي لتركيا اسطنبول ما تفوتش فيها 3 ايام وتقدر دير معاها في 3 ايام ولا 4 ايام، وتقدر دير معاها في الاخرى. مثلا اللي بغى يدير الكابادوس راه كيجي كيمشي لكايسري، كيمشي ياخذ بي اسطنبول كايسري، كيمشي لكايسري كيدير الي روتور. حنا غادي نجربوا الاثمنه، مثلا نجلس 3 ايام، نديرو من 9 حتى 12 باش نشوفوا الثمن تقريبا شحال داير. الثمن هو بالليره، نديروه بالاورو. اللي درناه بالاورو غادي يعطينا سيدي كاين 14 اورو 11 اورو، يعني الي روتور يقدر يطلع عليك سيدي ب 31 اورو. ولا بغيتي تزيد الباكاج كتزيد 5، يعني رخيص على روتور. وغتمشي من نافيت من اي اوتيل ريزيرفيتي راه كيبروبوزيو لك نافيت من قيصر تقريبا بشي 10 يورو. يعني اذا عندك غير 7 ايام راه تقدر دير 4 ايام في 3 ايام في اسطنبول، وتمشي دير واحد جوج ليلات في كابادوكيا، وتعاود ترجع دوز جوج ليلات في اسطنبول. وحسن لك بحسن ما تخسرهم شي حوايج اخرين، اللي حيت اسطنبول تقريبا ديك 3 ايام 4 ايام ديالها راه صافي، 3 حتى 5 ايام ماكس، يعني كتولي غير كتعاود في داك الشيء. احسن تمشي تشوف لك دي حوايج اخرين بحال كابادوس، راه ما غتلقاش في شي بلاصه اخرى. وبالنسبه للناس اللي غدير سيركوي اللي غادي تمشي وما بغاش تشوف اسطنبول بزاف، غادي تجلس فيها وعندها ولا عندها ليام بزاف، غادي تاخذ غير غوريمي انا كايسري اسطنبول كايسري، تاخذ غير الي سامبل. نديرو حنا اي دات باش نشوفو الثمن. 11 اورو غتمشي بها، 11 اورو تلقى راسك في تما، وغتزيد واحد 10 اورو يعني رخيصه. ومي غدير ديك 3 ايام 3 الليلات ديالك غادي تمشي. كاينه غير باش نوريك كيفاش شنو غادي دير انت، خسر سير سلهي وقطع، ما تحتاجش تقطع في هاد لابليكاسيون اللي سميتها اوبي. انا غادي نوريكها كيفاش، لان اصلا بالتركيه غادي دير حنا غوريمي. لا اسمح لي، بالعكس حنا غوريمي انطاليا، من غوريمي انطاليا الا بغيتي تمشي كي تقدر تمشي لكونيا. اللي بغى يمشي لكونيا راه الكار كيدير غير شي 40 ليره، ولا غيمشي نيشان لانطاليا غادي يمشي لانطاليا. انطاليا شنو هادي؟ غوريمي انطاليا، غوريمي انطاليا، غوريمي انطاليا. ياخذ الكار ديال اما 11 ولا 10 ولا 11. هذا ديال 11 مزيان، ديال مترو، مترو راه من احسن الشركات كاينين، راه الكار نقي. ملي كتسمع مترو راه شي حاجه، كيمشي كي بالليل كي ديال الليل كيمشي مع 11 راه سيكوريزي، ما عندك مناش تخاف اصلا. كيوقفها مره واحده، كيوقف غير مره واحده في كونيا، جوج مرات، مره واحده في كونيا وواحده مره. يعني 8 و 4 الصباح غادي تلقاك تما، يعني في الصباح تما غتلقى اوتو كار، راه كاين طوبيس ولا شد اللي بغيتي تشد ديك الساعه، شد طاكسي ولا شد. يعني الا غتمشي الا بقات في انطاليا ولا غتمشي الدور، غتمشي للكامير، غتمشي لا شوف لي بوست ديالي، راه تمشي للكامير شاميوفا اولمبوس انا ما دودان عطلا فين تمشي فاسيليس، شوف دوك لي ثلاثه لي بوست اللي قلت لك. المهم انا غادي نوريك السيركوي كيفاش، ومن بعد من بعد ما تشد من غوريمي انطاليا، دوز ديك 4 الليالي ديالك، غادي تمشي عاوتاني. غادي دير مثلا اللي بغى يمشي لاولودونيز، اللي غيمشي لاولودونيز غيمشي اسمح لي غيدير انطاليا فتيه. فتيه هي لافيل فين كاينه اولودونيز، يقطع تما يدوز يومين ولا 3 ايام الا بغى يشد لوطيل. ها هو كاين مع 47 ليره ما كاملهاش 100 درهم. ومن بعد فتيات تشد الكار نفس السيستم، تقدر تمشي دوز بامبوكالي، تمشي لدينيزلي، واحد لافيل سميتها دينيزلي غنوريك كيفاش كتكتب. ها هي هنايا اسمح لي نوريك كيفاش باش ما نتعطلوش ما نطولش عليكم في الفيديو. ها هي دينيزلي، ولا شوف اش كاين كار كيمشي لبامبوكالي ولا ما كاينش. الا كان بامبوكالي موكالي، لا باموكالي ما كاينش، يعني غتلعب داخل تمشي لدينيزلي. ومن بعد راه كاين طوبيس نيت تما كيدير ميم با 10 دراهم، كيديك 14 كيلومتر. ومن بعد دينيزلي تقدر تمشي من دينيزلي لإزمير، من دينيزلي لإزمير، إزمير باش ما ترجعش، إزمير دينيزلي إزمير. انا غير نوريكم كيفاش، هما الكيران موجودين من دينيزلي هما اللي كاينين، ورخاص 30 ليره 25 ليره ميم با 50 درهم الكار، هما عندهم رخيص بزاف واحد الدرجه لازم. ومن ازمير غتجي هنا لابليكاسيون فين هي ديال بيغاسوس،
وغتكون تقطع تقطع شي دي مقطع ديجا هذا، غادي تعاود تقطع، غتجي هنايا هاد البيه اللي غتكون مقطعه الافونس، اللي كما قلت لكم البيس تقدر تخليه حتى تما عاد تشري، ولكن شري الافونس مي توصل شري، ما تخليش الليله. ازمير، ازمير عندنا المندريس، اسطنبول سابيا غوكتشان، اسطنبول سابيا غوكتشان، اسطنبول سابيا غوكتشان. حنا ماشي مشكل لادات، حنا غير تنديرو دابا، نديرو مثلا مي دوزنا هذا هذا، نجي نديرو مثلا لو 23 جانفي. حاول بيغاسيس كل ما شريتي بكري لي بي لوكو راه كتشريهم رخاص، كيبدا ب 11، لا كيبداو ب 11، 11 ديما كيبداو هما ب 11 وغادي كيبقاو يطلعوا. هو 13 اورو ب 10 الصباح ولا 20 اورو 17 اورو، وفتوصل لاسطنبول وتكمل الكونجي ديالك، وانت شتي شحال من مدينه، والترونسبورت قام عليك رخيص، وكما قلنا لي زوطيل وداكشي. شوف البوستات ديالي انا وريتك، عطيتك ليدي كيفاش شنو غادي دير، راه كيتقام داكشي رخيص بزاف. المهم بارطاجي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والفيديو المقبل إن شاء الله.